والحمد لله كانت هذه الحرب كثير صعبة علينا، وكانت حرب قوية، يعني 7 شهداء استشهدوا في هذا البيت، وشوفوا كيف الركام مليان في كل مكان. يعني احنا اصلا مش حابين نعيش هذه المعيشة، المفروض احنا نعرف كيف حياة الالعاب، حياة الفرحة. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين اي حدا، لو صغير لو كبير، يعني المهم يقتل. يعني اليهود بيفكروا عشانهم كتير قتلوا منا، بيفكروا انه خلص احنا حنترك ارضنا وحنكره ارضنا وحنعطيهم اياها وخلص حنستسلم، لكن احنا على الفاضي. كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وباذن الله النصر قريب ان شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو، قل عسى ان يكون قريبا. قل عسى ان يكون قريبا. متى يا مهجتي سأراك حرا؟ متى ستزول آثارك؟